حياتنا فيها حاجات كتير قوي نتكلم فيها ونتكلم عليها. اضطري انك تتصادمي مع حياة الناس. موضوع بيهم كل بيت مصري. يعني ايه وصايا؟ اعمل كل حاجة لابني لكن ما اقدرش اتعامل على ذلك رسميا. موضوع مؤلم يكاد يتوازى مع موضوع الطلاق ويمكن اقصى يعني. هو احنا حصل لنا ايه؟ بقينا بنستمد اللايف ستايلز مش بتاعتنا من بره. غريبه انه مع زياده وسائل الرفاهيه والراحه بقى الانسان اتعس. فوبيا عدم الجواز دي اللي جديده علينا. تجربه الانفصال عموما تجربه تخص الرجل والست مع بعض، يعني الوجع فيها مشترك. الست تبحث عن الامان، الرجل يبحث عن الرعايه. الراجل المصري فئه كبيره جدا من السيدات لو جوز عمل كده هتبدا تقلق. يا رب دايما نكون قريبين منكم وبنفكر في اللي انتوا بتفكروا فيه وبنتكلم دايما في اللي بيهمكم وبيشغل بالكم. يحكى أن مع إيمان مختار الاثنين السابعة مساء على قناة مصر الأولى.